لدي هنا ثلاثة معادلات خطية بأربعة مجهولات، وكما في العرض الأول حيث تحدثت عن نموذج درجة الصف المنخفض وحل أنظمة المعادلات الخطية باستخدام مصفوفات زيادة أو كما يقول إحساسي الجيد، انظر لدي معادلات أقل من المتغيرات، فلربما لن أكون قادرا على تقييدها أو ربما سيكون لدي عدد لا نهائي من الحلول، لكن دعونا ننشئ مصفوفة زيادة لنظام المعادلات هذا. معاملات عبارة x هي 1 1 2، ومعاملات x 2 هي 2 2 4، ومعاملات x 3 هي 1 2 3، ولا يوجد لدينا عبارة x 3، أي يمكنني أن أكتب بصفر. معاملات x 4 هي 1 سالب 1 و 6. ثم على الجانب الأيمن من إشارة المساواة لدي 8 و 12 و 4. ما هي مصفوفة زيادة الآن؟ دعونا نضع هذا نموذج درجة الصف المنخفض. أول شيء أود فعله هو أنني أريد تصفير الصفان هنا، فماذا يمكن أن نفعل؟ سأحافظ على الصف الأول كما هو الآن، إذن هو 1 2 1 1 و 8، ذلك الخط يمثل إشارة المساواة. ما يمكننا فعله هو دعوني أستبدل الصف الثاني بالصف الثاني ناقص الصف الأول. إذن 1 ناقص 1 يساوي 0، و 2 ناقص 2 يساوي 0، و 2 ناقص 1 يساوي 1، و سالب 1 ناقص 1 يساوي سالب 2، ثم 12 ناقص 8 يساوي 4. هيا بنا، هذا يبدو جيدا، يبدو أن هذا العمود أو x2 أي ما يمثل بالعمود الثاني يبدو أنه ربما يكون متغير حر، لكن لست متأكدة بنسبة 100%. دعونا نحل جميع صفوف، لذا دعونا نأخذ لكي نتخلص من هذا، دعونا نستبدل المعادلة الثالثة بالمعادلة الثالثة ناقص المعادلة الأولى ضرب 2، فنحصل على 2 ناقص 2 ضرب 1 وتساوي 0، و 4 ناقص 2 ضرب 2 وتساوي 0، و 1 ضرب 2 ناقص 0 تساوي سالب 2، صحيح، و 6 و 1 ضرب 2 ناقص 6 تساوي 4، و 6 ناقص 2 ثم 4 ناقص 2 ضرب 8 تساوي سالب 16، و سالب 16 زائد 4، 4 ناقص 16 تساوي سالب 12. ماذا يمكن أن نفعل الآن؟ حسنا، دعونا نرى إذا بإمكاننا أن نتخلص من عبارة سالب 2 هذه. دعوني أعيد كتابة مصفوفة الزيادة، سأحافظ على الصف الثاني كما هو الآن، فأحصل على 0 و 0 1 و سالب 2 بالإضافة إلى إشارة المساواة أو جزء زيادة من المصفوفة. والآن دعوني أرى ماذا يمكن أن أفعل. دعونا نتخلص من الصفر لأنني أريد الحصول على نموذج درجة الصف المنخفض، أي من المدخلات المحورية والتي ستحتوي دائما على المعامل واحد أو المدخل واحد. يجب أن يكون العبارة غير الصفرية الوحيدة في الصف. كيف يمكنني أن أتخلص من هذا الواحد؟ حسنا، يمكنني أن أطرح، يمكنني أن أستبدل الصف الأول بالصف الأول ناقص الصف الثاني. إذن 1 ناقص 0 تساوي 1، و 2 ناقص 0 يساوي 2، و 1 ناقص 1 يساوي 0، و 1 ناقص ناقص 2 يساوي 1 زائد 2 ويساوي 3، ثم 8 ناقص 4 يساوي 4. والآن كيف يمكن أن نتخلص من هذا؟
حسنا دعوني استبدل الصف الثالث بالصف الثالث زائد 2 ضرب الصف الاول، آسف بالصف الثالث زائد 2 ضرب الصف الثاني، أليس كذلك؟ لأنه لاحقا سيكون لدينا سالب 2 و 2 سيتم حذفهما. دعونا نرى الأصفار. إذن 2 ضرب 0 زائد 0 يساوي 0، و 1 ضرب 2 زائد سالب 2 يساوي 0، و 0 ضرب 2 زائد 0 يساوي 0، و 4 زائد 2 ضرب سالب 2 يساوي 4 ناقص 4 ويساوي 0. ثم لدي سالب 12 زائد 4 ضرب 2 ويساوي 8 زائد سالب 12 ويساوي سالب 4. الآن هذا ممتع، الآن إنه ممتع، علي أن أضعه بنموذج درجة الصف المنخفض. لدي مدخلان محوريان، ذلك مدخل محوري وذلك مدخل محوري، إنهما الوحيدان غير الصفران الموجودان في أعمدتهما، وهذه هي مسألة الشكل، لكن هذا المدخل المحوري يقع فيها في الصف الأدنى، إذن هو في العمود الذي على يمين هذا، وقد قلت أن هذا يبدو، هذا العمود الثاني يبدو كمتغير حر. لا يوجد متغير حر هناك، لكن دعونا نرى، دعوني أصل هذا بنظام المعادلات لدينا. هذا هي مجرد أعداد، وبشكل ميكانيكي كما الحاسوب سأضع هذا بنموذج درجة الصف المنخفض. في الواقع أنه كما الحاسوب، لكن دعوني أعيده إلى نظام المعادلات الخطية لنرى ما هو الناتج. إذن سأحصل على 1 ضرب إكس 1، دعوني أكتبه باللون الأصفر، أحصل على 1 ضرب إكس 1 زائد 2 ضرب إكس 2 زائد 0 ضرب إكس 3 زائد 3 ضرب إكس 4 ويساوي 4. بكل وضوح يمكنني تجاهل هذه العبارة، لا يتوجب علي أن أكتب هذا في الواقع، فأحصل على 0 ضرب إكس 1، سأكتب له 1 ضرب إكس 3 ناقص 2 ضرب إكس 4 تساوي 4. ثم هذه العبارة الأخيرة ماذا أحصل؟ أحصل على 0 إكس 1 زائد 0 إكس 2 زائد 0 إكس 3 زائد 0 إكس 4، ذلك يساوي 0، وعلى الجانب الأيسر دعوني أكتب 0، وهذا سيساوي سالب 4. حسنا، هذا لا يعني أي شيء، 0 يساوي سالب 4، إن هذا القيد غير مجدي، إنه مستحيل، 0 لا يمكن أن تساوي سالب 4، هذا مستحيل. ما يعني أنه مستحيل أن نجد تقاطع لأنظمة المعادلات هذه أو مجموعة حل تحققهم جميعهم؟ عندما ألقينا نظرة على هذا العرض قلنا أنه يوجد 3 معادلات ولدينا 4 مجهولات، إذن ستكون علينا أن نجد الحلول، لكن يتبين أن هذه 3 أعتقد أنه يمكنني أن أبدأ بثلاثة سطوح لا تتقاطع في R4، جميعهم رباعي الأبعاد، نحن نتعامل في R4 هنا، لأن لدينا أعتقد أن كل متجه لديه 4 مكونات، أو أن لدينا 4 متغيرات، هي الطريقة التي يمكنك أن تتصور ذلك فيها. ومن الصعب دائما أن نتصور الأشياء في R4، لكن إذا كنا في R3 يمكننا ذلك الحالة، بحيث دعونا نفترض أن لدينا سطحان في R3، إذن هذا السطح موازي للسطح الآخر، موازيا له تماما، لدي سطح آخر موازيا تماما للسطح الأول، بالرغم من أنه سيكون لدينا سطحان في R3. دعوني أعطي، لنفترض أن هذا السطح الأول يمثل بالمعادلة 3x زائد 6y زائد 9z تساوي 5،
وللسطح الثاني يمثل بالمعادلة 3x زائد 6y زائد 9z تساوي 2. هذان السطحان يقعان في R3، هذه الحالة R3، إذن هذا هو R3. هذان السطحان لن يتقاطعان أبدا، لأنه بكل وضوح هذا لديه نفس المعاملات ومجموعهما وهذا لديه نفس المعاملات ومجموعهما 5 و2. وعندما إذا نظرنا إلى هذا سيكون واضحا جدا، سنكون لدينا معادلتان بثلاثة مجهولات. ربما أن هذا لديه حلول، لكنه لا يمثل الحالة، لأنه لا يمكنك أن تطرح هذه المعادلة من المعادلة السفلية من المعادلة العلوية. وعلى ماذا ستحصل؟ ستحصل على شيء مألوف جدا. إذا طرحت المعادلة السفلية من المعادلة العلوية وحصلت على، في الواقع دعوني أفعل هذا هنا، بالنسبة لهذا ستحصل على 0 يساوي 5، 5 ناقص 2 ويساوي 3، وهذه النتيجة مشابهة لما حصلنا عليه في الأعلى. عندما يكون لدينا سطحان متوازيان في R3 في هذه الحالة، أو لأي معادلتان متوازيتان أو مجموعة من المعادلات المتوازية، سنحصل على عندما تضعه بنموذج درجة الصف المنخفض أو الحذف الأساسي تحل الأنظمة، ستحصل على عبارة هي عدد ما، وهذا يعني أنه صفر، لا توجد حلول. فإذا كان لدينا صفر يساوي عدد ما، فهذا يعني أنه لا حلول. إذا كان لدينا نفس العدد من المتغيرات المحورية، نفس عدد المدخلات المحورية في هذه الأعمدة، فإذا حصلت على الحلول، دعوني أكتب هذا، هذا شيء من الجيد أن تعرفونه. إذا كان لدينا صفر يساوي عدد ما، هذا يعني أنه لا يوجد حل. إذا كان في R3 بالتالي هذه الأسطح المتوازية في R2، نحن نتعامل مع خطوط متوازية. إذا كان لدينا حالة بحيث يكون فيها المدخلات المحورية لها نفس الأعداد، عدد الأعمدة، إذا 1 1 1 1، هذه في هي الحالة بالنسبة لـ R4. أعتقد أنك قد فهمت الفكرة. ذلك يساوي A B C و D. ثم إن لدينا حل الآن. إذا كان لدينا أي متغيرات حرة، المتغيرات الحرة تبدو هكذا. لذا دعونا نفترض أن لدينا 1 و0 و1 و0، لدي المدخل 1 و1. دعوني أكون حذرا، دعوني أضعه هكذا، 0 1 1 و0 و0، من ثم لدي المدخل 1 و2، ثم لدي مجموعة من الأصفار هنا، ثم إن هذا يجب أن يساوي 0. تذكروا أن هذه مجموعة من الأصفار تساوي متغير ما، بالتالي لا يوجد لها حل أو مساواة لثابت ما. دعونا نفترض أن هذا 0 يساوي هذا يساوي 5 وهذا يساوي 2. إذا كان هذا نموذج درجة صف المنخفض الذي حصلنا عليه، بالتالي يكون لدينا عدة متغيرات حرة. هذا متغير حر، وأعتقد أنه يمكننا أن نسمي هذا العمود بالعمود الحر، وهذا أيضا إلى حد ما، لأنه لا يحتوي على معادلات محورية، لا يوجد مدخلات محورية. هذا المتغير X2 وهذا المتغير X4، بالتالي سيكونان حران ونساويهم لأي قيمة. ثم لدينا هنا حلول غير محددة، أو أنه لا توجد حلول فريدة. في الواقع كان هذا أول مثال واجهناه، وهذه هي الحالات الثلاث التي ستراها في كل مرة، ومن الجيد أن تكون مألوفة لك، فلن تكون مستغربا عند رؤية شيء كهذا، 0 يساوي سالب 4 أو 0 يساوي 3، أو إذا كان لديك مجموعة من الأصفار ومجموعة من الصفوف. أريد توضيح ذلك، في بعض الأوقات ترى مجموعة من الأصفار هنا على الجانب الأيسر. من قسمة الزيادة، ربما ستقول ربما لا يوجد لدي حلول فريدة، لدي عدد لا نهائي من الحلول، لكن عليك أن تنظر إلى هذا المدخل فقط. إذا كان هذا شيء بأكمله عبارة عن 0 ولديك متغيرات حرة، بالتالي يكون لديك عدد لا نهائي من الحلول.
إذا كان لديك عبارة مثل A تساوي 0، إذا كان هذا يساوي 7، بالتالي فإنه لا يوجد حل لها، حيث أنك تتعامل مع سطوح متوازية. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم ذلك مفيدا.